مشاهدين الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نطل عليكم في لقائنا الأسبوعي ونستهله بأبرز العناوين. أبناء الكنيسة الكلدانية يقبلون سر المناولة الأولى. الكهنة الجدد من الكنيسة الكاثوليكية يحتفلون بقداسهم الأول. أخوية نور العالم في ماركا تجدد وعودها أمام مذبح الرب. أهلاً بكم. احتفل أبناء الكنيسة الكاثوليكية في الأردن برسامة كاهنين جديدين على مذبح الرب، وهما الأب جوزيف السويس والأب صقر حجازين، وذلك بقداس إلهي ترأسه المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس رئيس الأساقفة بير باتيستيا باتسبالا. التفاصيل في التقرير التالي. بقداس إلهي مهيب ترأسه المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس رئيس الأساقفة بير باتيستا بيتسبالا، احتفل أبناء الكنيسة الكاثوليكية بالرسامة الكهنوتية للشمسين جوزيف السويس وصقر حجازين في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين في الفحيص، بحضور المطران وليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن والمطران ماركوتسو وعدد من الأساقفة والأباء الكهنة من الكنيسة الكاثوليكية والمعهد الإكليريكي في القدس وفلسطين والجليل والكنائس الرسولية المختلفة والشمامسة والأخوات الراهبات وأهالي وذوي الشماسين وعدد من فرسان القبر المقدس وجموع من المؤمنين والمدعوين. اهتفوا لله يا جميع الأرض، رنموا لمجلسه واجعلوا تسبيحه مجيدا، هللويا هللويا. وفي كلمة للمطران بير باتيستا بيتسبالا ألقاها بالنيابة عنه المطران الشوملي، هنأ فيها الشماسين سويس وحجازين متمنيا لهما حياة كهنوتية مباركة في خدمة الرب والكنيسة والرعية، حثا إياهم أن يكونوا على مثال السيد المسيح في المحبة والتواضع وخدمة القريب والبعيد. تعلموا بتواضع يوما بعد يوم أن تحبوا أنتم أيضا مثل يسوع. كونوا قريبين من الغير، لا تدينوا، بل اشهدوا بكل كيانكم أن كل موت وكل ألم وكل تعب وكل دمعة يمكن أن تتحول إلى بذار حياة. تذكروا أنه يوجد دائما أمل يجب ألا ينطفئ، وهذا ما يجب أن يشعر به الناس فيكم، ليس بالكلام بل بشهادة حياتكم. أيها العزيزان صقر وجوزيف، الكنيسة كلها ترافقكما اليوم وغدا في رحلتكما الرائعة التي تقوم على خدمة المسيح في الكنيسة بصفتكم كهنته لا بل وأصدقائه المقربين. أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه العظة أبارك لكم جميعا كاهنينا الجديدين، مبروك لكما، مبروك لذويكما، مبروك لعائلة الحجازين والعكشي والسويس، مبروك للبطريركية اللاتينية، مبروك لكل الأبرشية. آمين. أيها لبناني الحبيباني، قبل ارتكائكما إلى درجة الكهنوت عليكم أن تقرب أمام الشعب أن اسمكما قبول هذه المهمة. فهل تريدان أن تقوم بالخدمة الكهنوتية دوما كمواوينين مخلصين للساقفة في رعاية خراف الرب تحت قيادة الروح القدس؟ هل تريدان أن تحتفل بأسرار المسيح المقدسة وخصوصا الذبيحة الإفكاريستية وسيرة المصالحة وفقاً لسنة الكنيسة بتقوى وإيمان في سبيل حمد الله وتقديس الشعب المسيحي؟
هل تريدان أن تخدم الكلمة بوكار وخدمة في التبشير بالإنجيل وأرض ألمانيا الكاثوليكي؟ هل تريدان أن تواثب على الصلاح وتطلبنا معنا رحمة الله لشعب الذي سيوكل إليكما؟ هل تريدان أن تتحدث أكثر فأكثر بالمسيح الكهن الآدم الذي قدم ذاته عينا لله بذبيحة طاهرة وأن تكرس نفسكما لله معه من أجل خلاص العالم؟ كما قدم الأب الدكتور جمال خضر مدير المعهد كلمة شكر فيها جميع الذين شاركوا في قداس الرسامة مباركا للكنيسة الكاثوليكية بأبنائها الكهنة الجدد. نشكر كل من حضر اليوم، نذكر بشكل خاص الضيوف الذين أتوا وخاصة الكهنة وفرسان القبر المقدس من إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة. نشكر جميع الكهنة الحاضرين هنا، إخوتنا، كلنا إخوة، وأفضل علامة على أخوتكم وأخوتنا هي هذه المشاركة في الرسامة، وأفضل استقبال للكهنة الجدد في العائلة البطريركية الواحدة، فهذه معنى حضورنا هنا جميعا. نشكر الكهنة من الكنائس، من الروم الكاثوليك، من الروم الأرثوذكس، من الكنائس الأخرى، الشمامسة، الرهبان، الراهبات من مختلف الرهبانيات، الأم الرئيسة، رهبانية الوردية. نشكر الكشاف الذي نظم هذا الاحتفال. نشكر جميع الحضور، الترتيل أبدعته في الترتيل أيضا. نشكر كل من حضر لهذا الاحتفال وساهم به. نشكر حضور عطوفة متصرف لواء ماحس والفحيص، والشكر الخاص والمميز لأبونا عماد علامات ولرعاية الفحيص، أبونا عماد اللي استقبلنا في كنيسته في بيته وفتح لنا كنيسته وبيته وقلبه أيضا. شكرا لك أبونا. نرفع الصلاة من أجل الكهنة الجدد، نصلي من أجل الدعوات الكهنوتية والرهبانية. مبروك للأهل ومبروك لبطريركية اللاتين الكهنة الثلاث الجدد، وشكرا. أقسم الرب ولن يندم، أقسم الرب ولن يندم. أنت كاهن، أنت كاهن، أنت كاهن، أنت كاهن، أنت كاهن إلى الأبد، إلى الأبد، على رتبة من في صاحب. أقسم الرب ولن يندم، أقسم الرب ولن يندم، أقسم الرب ولن يندم. وفي ختام القداس الاحتفالي انطلق موكب الأساقفة والكهنة إلى ساحة الكنيسة للتهنئة بالكهنة الجدد، متمنين لهم مزيدا من العطاء. وفي ذات السياق احتفل الأباء الجدد بقداسهم الأول بين أهلهم وذويهم، حيث ترأس الأب جوزيف السويس قداسه الكهنوتي الأول في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين في الفحيص،
بحضور المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن وعدد من المطارنة والأباء الكهنة من مختلف الكنائس الرسولية والراهبات ووجهاء ومسؤولي الفحيص وجموع من المؤمنين وفرق الكشافة والشبيبة. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا. سنقيم هذه الأسرار المقدسة. وفي كلمة للأب سويس قدم فيها شكره وامتنانه لكل الذين شاركوه فرحته بالرسامة الكهنوتية، جاء فيها: مهيبة وعظيمة هي لحظة رسامة الكاهن ليصبح أيقونة الله على الأرض. مهيبة وعظيمة هي لحظة رسامة الكاهن ليصبح أيقونة الله على الأرض. نسمعه فنبتسم أو نبكي لأنه يذكرنا بقضية. هو الذي يجب أن يسمعنا كلاماً نظيفاً، والمدينة تحتاج كلاماً نظيفاً يتفوه كلاماً متجهاً للقلب، وللقلب طريق واحد وهو الروح. في البدء كانت المحبة، وستبقى المحبة دائماً هي التي تخلق فينا من نقاء اللون الأزرق ما يكفي لصنع سماء أخرى لهذا الكون. في مسيرة الكاهن نحو كهنوته ولادة جديدة في مكان آخر، هو البيت الكبير سيمينير بيجالا. هو هجرة لمساحات جديدة. هناك من الجرة الواحدة شربنا وسقينا وارتوينا، من الصحن الواحد أكلنا وأطعمنا وشبعنا وأشبعنا، وعلى أرض واحدة ركعنا وصلينا وسجدنا ورتلنا وأصبحنا وأمسينا. في بيت جالا روح المحبة والعشرة والعائلة تجمعنا، بيننا ركعة وسجود ومسبحة وردية وشموع وتراتيل وضحكات ودمعات، أي بيننا خبز وملح ومحبة. وفي الجنوب في محافظة الكرك عمت فرحة الرسامة بلدة السماكية، حيث ترأس الأب صقر حجازين قداسه الكهنوتية الأول بين أهله وذويه ومحبيه في كنيسة القديس ميخائيل اللاتين بحضور المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن وعدد من الأباء الكهنة من مختلف الكنائس الرسولية والراهبات وجموع من المؤمنين وفرق من الكشافة والشبيبة. الرب معكم ومع روحك أيضا لنرفع قلوبنا إلى العلا. لنشكر الرب إلهنا وعبر الأب حجازين في كلمته عن عميق شكره لجميع إخوته الكهنة من مطرانية اللاتين والمعهد الإكليريكي والأهل والأصدقاء في بلدة السماكية، وأضاف: نحن الكهنة بشر ضعفاء، نلتمس منكم الصلاة لأجلنا، فنحن خدام لكم. أشكر الله في الدرجة الأولى على ما منحني من نعمة في خدمة جسده، أنا غير المستحق، وشكرا لكم أنتم من القلب إلى القلب يا من أتيتم من مختلف الأماكن لتشاركوني الشكر لله والفرح في بداية خدمتي في حقل الرب. وهنا اسمحوا لي أن أخص بالشكر لأشخاص كان لهم الفضل لما أنا عليه اليوم. أولاً أود أن أشكر المعهد الإكليريكي في بيت جالا الممثل بالكهنة، وعلى رأسهم قدس الأب جمال خضر رئيس المعهد الإكليريكي، والمرشد الأب حنا سالم الذي رافقني في السنوات السابقة، فقد كنتم وستبقون لي الأهل والإخوة. فمن خلالكم أشكر المعهد الذي سيبقى البيت الكبير الذي عشنا بين جدرانه مدة 14 عاماً،
فقد عشت فيه أكثر مما عشت مع أهلي وفي بيتي، ولم أشعر بأي نقص أو حاجة. حينها تيقنت صدق من قال واختبر أن من ترك أبا أو أما من أجل اسمي نال 100 ضعف. احتفلت رعية الكلدان في الأردن بقبول أبنائها لسر المناولة الأولى، وذلك بقداس إلهي أقيم في كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين. المزيد في التقرير التالي. من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية. بهذه الكلمات احتفل في كنيسة قلب يسوع الأقدس بتلاع العلي بقداس أول مناولة لسر القربان المقدس لأبناء الرعية الكلدانية، وسط فرح كبير بين الأهالي المشاركين أبنائهم هذه النعمة والبركة. وترأس الأب زيد حبابي راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن القداس الإلهي بمشاركة المنسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان وجموع من المؤمنين والمدعوين. وتحدث الأب حبابي في عظته عن سر المناولة وعن منحها للأطفال الصغار وعن أهميتها لنا نحن الكبار، مهنئاً أهاليهم بهذه البركة التي نالوها. فإحنا رح ناخذ جسد يسوع المسيح ودمه في حياتنا، بس يبقى إلنا شو راح نسوي؟ لعد لازم شو نسوي؟ نحن نضحي مثل ما هو حبنا وقدم حياته من أجلنا، فإحنا شو لازم نسوي؟ إحنا أيضا نضحي ونقدم حياتنا من أجل الآخرين، لما نحبهم ولما نساعدهم ولما نسامحهم إذا أخطأوا بحقنا. هذا هو معنى، هذا هو معنى الإنسان اللي يتناول جسد يسوع، أنه يعيش حياة يسوع المسيح. وتلى الأطفال المتناولون طلبات خاصة لبلدهم العراق وللسلام في العالم ولكل بلد جريح. وليتب إلى الرب فيرحمه. والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. ولنطلب بثقة قائلين ارحمنا يا رب. اجعلنا أمناء لك ولكنيستنا، وأن نقتدي بمريم أمنا، فنغدو مؤمنين جيدين ومواطنين صالحين يا رب، من أجل الاستقرار والأمان في بلدنا العزيز العراق وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر وفي العالم أجمع، لكي ينعم الناس بحياة حرة كريمة ويعيش الجميع بسلام. يا رب، من أجل بلدنا الثاني الأردن وشعبه الأبي، احفظه يا رب بلدا آمنا وسالما ورمزا للتعايش. اليوم احنا هنا كلنا فرحانين وسعداء لأنه أبنائنا هذولا اتقبلوا يسوع المسيح لأول مرة في حياتهم، وإن شاء الله حياتهم تكون سعيدة ومليئة بالفرح والمسرة ومستقبل جديد ينتظرهم، آمين يا ربي. كان الاحتفال رائع، نتمنى لهم التوفيق والله يحفظهم ويكونون أبناء صالحين فعلا للمسيح. يعني هو يعني المناولة عادي، التناول هو يعني كل مكان عادي، يعني هو مو بس بالعراق يعني. فيعني اللي صراحة يعني نتهاجرنا وما قدرنا إنه يعني نتناول. أخذنا سر كتير مقدس، وأنا بشكر أبونا زيد على كل جهوده معنا. أنا فرحت لأنه أخذت يسوع. أنا فرحانة وأشكركم كلكم على جهودكم. وفي ختام القداس قدمت النيابة البطريركية في الأردن دروعاً تكريمية للداعمين للكنيسة، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في دعم الرعية. وفي كلمة خاصة بها الأب حبابي مكتب نورسات الأردن ممثلاً بالدكتورة باسم السمعان مديرة المكتب، تمنى فيها أن تدوم رسالة النور ورسالة الإنسانية، وأن يمنح الله القدير البركة والقوة لكافة العاملين فيها. بالحقيقة قناة نورسات رافقتنا، رافقت العراقيين المهجرين أول من أجوا هنا للأردن
فباسم كلتكم باسم الرعية نقدم هذا الدرع البسيط لمكتب نورسات الأردن بشخص عزيزتنا أختنا الدكتورة باسمة. تحت عنوان أنا أعينك نظم المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب التابع لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك المخيم الأول الذي جمع شبيبات الروم الكاثوليك في المملكة، حيث اشتمل المخيم على فقرات روحية واجتماعية وترفيهية مختلفة. وفي كلمته الترحيبية أكد المرشد الروحي للمجلس الأب مودي هنديلي على أهمية إقامة مثل هذه المخيمات التي تعزز من شأنها الانتماء والمحبة والتعاون بين أفراد الشبيبة. هدف هاللقاء هالمخيم هو شبيبة المملكة من كل المحافظات من الشمال والجنوب والشرق والغرب حتى يلتقوا بكلمة الرب بتهليل وتسبيح ونشاط. وأكد مسؤولو الشبيبات أن هذا المخيم الذي أقيم في مدرسة شنلر ينمي روح العمل الجماعي ويحمل رسائل متعددة هدفها مصلحة أفراد الشبيبة. وأخيرا بعد ما صار المجلس الكاثوليكي وجمع كل هالشبيبات صار هالمخيم، والهدف الثاني انه فعلا نشوف شو الرساله اللي ربنا بده يوصلها ويشتغل الروح القدس لحتى توصل هالرساله لكل فرد بهالمخيم. بنتمنى انه كل الشباب يستفيدوا لانه هو مخيم بيحمل كثير محاضرات روحيه، محاضرات ثقافيه واجتماعيه، بالاضافه لحلقات العمل يلي هي رح تنمي المجموعات وتنمي روح العمل الجماعي اللي موجود عند شبيباتنا بالتنسيق طبعا مع مسؤولين الشبيبات ب 14 شبيبة بداخل المملكة. احتفلت رعية قلب يسوع الأقدس بطلاع العلي بعيد الرعية وختام شهر التعبد والتكريم لقلب يسوع، وذلك بقداس إلهي ترأسه الأب علاء مشربش كاهن الرعية بحضور جموع من المؤمنين وأخوية الرعية وأفراد الجوقة والشبيبة وكشافة الكنيسة. وتحدث الأب مشربش في عظة القداس عن تاريخ التكريم والتعبد لقلب يسوع الأقدس، حيث تحتفل كافة الكنائس في العالم والتي تحمل ذات الاسم بهذا اليوم والذي يعتبر عيداً لتأسيس الرعية. طبعاً اليوم تركزت عيدتنا عن معنى عيد قلب يسوع، ظهورات الرب يسوع وقلب يسوع للقديسة ماري مارغريت الكوك، وعن ماذا يعني عيد قلب يسوع وإكرامه وتعبده في حياتنا اليوم. هاي المحبة الفياضة اللي نبعت من قلب يسوع للبشرية، إحنا اليوم نقابله هاي المحبة ونكون على مثال القلب الإلهي. بشكر الرب على كل نعمة وعطاياه، وأيضا بشكر فضائية نورسات اللي دائما بتكون السباقة لتنقل احتفالاتنا ونشاطاتنا. كل سنة وانتم سالمين. يا يسوع الوديع ومتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك الأقدس. شكرا لكم جميعا. نذكر عيد قلب يسوع الأقدس، نذكر المحبة اللي موجودة في الكنيسة، نذكر المحبة الموجودة بيناتنا كأعضاء في الجوقة، احنا موجودين كعيلة في الكنيسة طبعا مع أبونا، والراهبات بيكونوا موجودين معنا بيغذونا روحيا على طول السنة مع وجود الناس وتشجيعهم لإلنا وحضورهم لإلنا في الأمسيات، شكرهم لإلنا لما بيكون القداس هالقد جميل، ترتيلنا كيف منرفعهم ومنرفع صلاتنا مع بعض بطريقة أفضل. كما عرض فيلم قصير يحوي أبرز نشاطات الرعية وفعالياتها منذ فترة تأسيسها. أقامت مجموعة كشافة ومرشدات الروم الكاثوليك مخيمها الثاني في عمان، والذي جاء برعاية من مكتب فضائية نورسات الأردن، حيث تضمن إلقاء محاضرات توعوية للتعريف بآفة المخدرات وأضرار التدخين وطرق الوقاية من هذه الأخطار الضارة، إضافة إلى العديد من الفقرات المتنوعة. إلى المزيد. رعاية
الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن، وبحضور الشماس بولجوري من مطرانية الروم الكاثوليك أم السماق، فعاليات المخيم الكاثوليك الثاني الذي جاء بعنوان معا نكبر، بمشاركة المجموعات الكشفية في أم السماق والهاشم الشمالي وإربد والفرق الموسيقية التابعة للكشافة. وفي كلمتها التوجيهية أثنت الدكتورة السمعان على جهود القائمين على هذا المخيم، داعية المشاركين إلى الاستفادة من برامجه المتنوعة والهادفة، مسدية بتعميق المحبة والتعاون بينهم والتعامل مع مختلف الظروف التي تواجهها الحركة الكشفية عبر مسيرتها الطويلة. ما تكون رقم بهاي الحياة، فرد زائد نسمة 10 مليون، 10 مليون و1، 10 مليون و2، بس من دون فعل، لا، حطوا بصماتكم بهاي الحياة. لما بتكبروا بيقولوا مثلا بدي يصير زي قائد طارق أو قائد نصري أو القائد سيف أو القائد سارة أو القائد سولين أو القائد، بدي عم بتسموهم أنتوا لأنهم أثروا بحياتكم، طول حياتكم رح تضلكم متذكرينهم، وأنتوا بنفس الشيء بحياتكم أنكم أنه ناس تتذكركم واللي عاشوا معكم يتذكروكم كمان ببصماتكم من خلال أعمالكم، أفعالكم، تصرفاتكم، محبتكم لبعض. واشتمل المخيم على تقديم العديد من الفقرات التوعوية والمحاضرات القيمة، حيث شاركت إدارة مكافحة المخدرات بمحاضرة حول أضرار المخدرات ومسبباتها وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها، لافتة إلى أن المخدرات ممنوعة ومحرمة في كل الشرائع والأديان السماوية. تم اللقاء مع مجموعة من الكشافي والمرشدات، وتم إعطاء محاضرة عن المخدرات، تعريفها وأنواعها وأخطارها وطرق الوقاية منها، وتم الحديث في مواضيع عديدة مع الشبيبي الموجودين عن طرق الوقاية وبعض الطرق اللي بيستغلوها مروجي المخدرات لإغواء وإغراء الشباب وجذبهم لتعاطي المواد المخدرة. حقيقة احنا نشكر القائمين على المحاضرة على اهتمامهم بموضوع التوعية خاصة للشباب كونهم هم الفئة المستهدفة دائما، وهاي دعوة منا برضو لجميع الفعاليات الشبابية للاقتداء بالنشاط اللي تم إقامته اليوم لمجموعة الكشافي والمرشدات مطرانية الروم الكاثوليك، انهم يتعاونوا برضو مع إدارة مكافحة المخدرات في توعية شبابنا من أخطر هاي الآفة. وشكرا للقائمين على هاي المبادرة من أجل مجتمع خالي من المخدرات. هاي المحاضرات لما إحنا بنحكي مع الأولاد الصغار إحنا بنعطيهم أسلحة كتير قوية إنهم هم يقدروا يحكوا لا للدخان، فلما بيجي حدا بيقدم لهم سيجارة بيعرفوا إنهم يحكوا لا وليش عم بيحكوا لا. فالجيل الصغير كتير مهم إنه إحنا نشتغل معه، لأنه كتير أسهل إنه إحنا نمنع الشباب إنهم يدخنوا من إنه نعالجهم من الدخان. ولازم نعرف إنه التبغ هو بوابة الدخول إلى عالم الإدمان. لما منلاقي عنا الشباب بيدخنوا أول سيجارة تحت عمر 12 سنة، على بعديها راح ينتشروا لإدمان الكحول والمخدرات. فكل مدمن مخدرات عبارة عن مدمن للتبغ، وليس كل مدمن تبغ هو مدمن مخدرات. فإحنا لازم نحمي هذا الجيل الصغير، خاصة إنه إحنا عايشين بمجتمع فتي وهم يعني هم مستقبلنا. فإذا إحنا كان عندنا جيل مريض ما عندنا مستقبل. كما أعرب المشاركون في المخيم عن امتنانهم بما تلقوه من خبرات ومعلومات هامة
أتاحت لهم على مدى 4 أيام الاستفادة من تجارب عملية ناجحة تجعلهم أفراداً فاعلين ومنتجين في المجتمع. أخوية نور العالم في كنيسة مار ميخائيل للروم الملكيين الكاثوليك في ماركا بتجديد وعودها، وذلك بقداس إلهي ترأسه قدس الأب عماد بواب راعي الكنيسة. وبحضور جموع من المؤمنين تقدمت سيدات الأخوية أمام مذبح الرب لتجديد وعودهن، ورافعات الطلبات والتضرعات عن نية أعمالهن وخدمتهن للكنيسة والرعية. حبينا نحتفل في هذا اليوم بهالقداس الاحتفالي العظيم الكبير بفرحة الأخوية، إنه حتى يعطوا رمز وعلامة لتكريس الذاتي الروحي لهالأخوية بمعونة الروح القدس ومعونة الرب الإله القدوس في هذا اليوم. أخوية نور العالم إن شاء الله باسم يسوع منكون نور لكل العالم، نور لكل محتاج. ربنا بعطينا أنه نساعد كل مريض، كل محتاج، كل إنسان مش محتاج إلا رحمة ربه، وكلنا مستنى رحمة ربنا، والله يعطيكم العافية أنتم كمان ما قصرتوا. إلى هنا مشاهدين وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. أبناء الكنيسة الكلدانية يقبلون سر المناولة الأولى. الكهنة الجدد من الكنيسة الكاثوليكية يحتفلون بقداسهم الأول. أخوية نور العالم في ماركا تجدد وعودها أمام مذبح الرب. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. دمتم بأمان الله.